اولا السلام عليكم، وكنحيي هذا المنبر هذا اللي هو زارنا اليوم وجا عندنا باش يشوف المعاناه اللي حنا كنعانيو. بدوري انا كمهني عبد الواحد ربوح منسق عام وطني، ولكن حنا اليوم ما كنهضروش بالنقابات ولا كنهضروا بالمهنيه. حنا كمهنيين وكمزاولين المهنه والحرفه ديال سيارات الاجره في منطقه الهراويين وكساكنه، حنا كنعيشوا في واحد الحاله اللي هي يرثى لها كيف ما كيقولوا، يعني متضررين بمعنى الكلمه، لا بالنسبه للسيارات ديالنا لا بالنسبه لينا حنايا كمهنيين لمزاولين الطريق دائما. والساكنه هي راه من الناس اللي مضرورين، من الكلاب الضاله، من الحيوانات، بالجميع ديالها. وعندنا واحد المشكل ديال النقل السري حتى هو اللي حنا كنعيشوه، النقل السري بأشتى انواعه كيف ما كنقولوا. عندنا مشكل، الناس ديال الدار كيبداوهم راهم محركين مقاتلين، ولكن حنا المشكل اللي عندنا واللي كنعاني منه هي البنيه التحتيه. والسيد الجماعه، السيد رئيس الجماعه باستقبال ديالو راه دائما كيستقبلنا، بعد المرات كيستقبلنا وكيعطينا شي كلمات اللي هما كنمشيو بخاطرنا. ولكن رئيس الجماعه، انا جماعه الهراويين العمران، جامعة ديال الهراويين ديال مدينة العمران، راه هي اللي كنعانيو منها حنا كمهنيين سيارات الأجرة. ويعني اللي كنشوفوه اليوم كنشوفوه غدا. هاد الجماعة، هاد السيد رئيس الجماعة دوز معنا واحد المدة اللي هي قليلة، راه ثاني مرة دوز معنا في هاد السيد رئيس الجماعة، ولكن ملي كنمشيو عنده وكنتحاوروا معاه كيقول لك عندكم مشكل مع وزارة التعمير، مع الإعمار، مع العمران. وحنا هاد العمران هنا بدوره هو سيد رئيس الجماعة، بغينا نعرفوا حنا واش العمران، واش العمران وزارة التعمير هي اللي زرعت النخل؟ حنا راه ما باغيينش النخل، حنا راه باغيين البنية التحتية وعلامة التشوير والحيوانات والكلاب والكلاب الضالة هي اللي بغيناها تحيد من الهراويين. وهذه البنية التحتية اللي دائما كنهضروا عليها وماشي أول مرة، وعندنا طلب لقاء وعندنا بزاف الوقفات. حنا بغينا نعرفوا هذا السيد رئيس الجماعة علاش كيتعامل مع هاد الناس ديال العمران بحالك وفي الحملات الانتخابية. أنا كواحد من الساكنة ومهني كنقول لي علاش في الحملات الانتخابية كتكون أنت الأول كدور بطوموبيلتك، ودابا كتشوف العمران والهراويين التهميش اللي هي كتعيش فيه، لا من البنيه التحتيه، لا من علامه التشوير، لا من الكلاب الضاله، من الحيوانات كاملين. وهذا السيد رئيس الجماعه لا يحرك ساكنا ولا ما يتحركش، يعني هذا رئيس الجماعه بغينا نعرفوا علاش في الحملات الانتخابيه كتلقاك انت الاول كدير الحملات الانتخابيه في الهراويين، ومني كنمشي عندك كتقول لي انا كمسؤول وكمهني وكواحد من الساكنه كتقول لي بانني انا ما مسؤولش على العمران. واش العمران انت ما مسؤولش عليه وكدير فيه الحملات الانتخابيه وكتنجح فيه كيف ما بغيتي انت، وما تزاولش معنا داكشي اللي خاصو يتزاول؟ يعني شي حاجه خاصها دار راه هي البنيه التحتيه، ماشي النخل في التروطوارات ولا تزيتيرنا كتسقي لي الماء. راه حنا طوبيلاتنا، حنا راه مرضنا بالكلاوي. سير تشوف هذوك الناس اللي خويتي لهم التراب قدام ديورهم، راه هما كيعانيو، راه شراجم هما كيتحلوش بالغبره. حنا راه كنديروا ثلاثه المرات اربعه هذاك التراجي ديال السعاده ديال ديار الغفران، راه كنلقاو مشكل. المشكل اللي كاين عندنا في جماعه الهراويين راه حنا كنعانيو. ناهيك على ديار الغفران السعاده، لان واحد الانسان اللي من الساكنه ديال ديار الغفران السعاده، لا حتى حاجه ما كاينه، لا حتى شي حاجه ما كاينه، لا مدرسه لا جامع لا حتى شي حاجه. وهذا السيد رئيس الجماعه راه شاد الكرسي، راه معارضين له الناس، راه بزاف الامور، راه حتى شي حاجه ما كاينه. وتحيه للجميع، وكنحيي هاد الاخوان هادو وكنحيي كل واحد.